السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله متابعي قناتكم نور أونلاين. الفيديو اليوم بدنا نساويه هو للكيتو ولغير الكيتو. طبعا الفيديو عبارة عن دجاج مع الصوص الكريمي، تابعونا بعد قليل. من جديد أهلا وسهلا بكم، وصفة سهلة وسريعة جدا ولذيذة جدا. نبدأ مباشرة بزيت الزيتون على مقلاة بحدود 2 ملعقة كبار، نستنى الزيت لحتى يحمى. الوصفة مثل ما حكينا هي للكيتو لا غير الكيتو، أي واحد يقدر يساويها ويستمتع فيها، الطعم كثير لذيذ وكثير رائع. لو كنتوا أول مرة تشوفوا القناة حابب أذكركم بالاشتراك الآن وتفعيل زر الجرس والتعليقات ومشاركة الفيديوهات حتى تصلكم أطيب الوصفات. الزيت صار جاهز، الفروج بدي أستخدم صدر الدجاج المشرح، بدي أستخدم هاي الوصفة بدها 4، أنا راح أسوي 4 شقق، أنتوا طبعا سووا الحجم والكمية اللي تناسبكم. بدنا نستناهم تقريبا من 3 إلى 4 أو 5 دقائق على كل وجه، بدنا نشقرهم شوي، خلي اللون بني شوي. هيك صاروا جاهزين، هلا بدي اشيل الفروج. حطه بصحن، اي صحن براني. بدي تقريبا ربع كيلو من الفطر على نفس الزيت وبنفس الوعاء بدي اطبخه لحتى يعني يذبل شوي او يستوي شوي الفطر. هذا الفطر صار جاهز، صار اشقر بني دبلان، صار جاهز. هلا بدي اشيله على طرف كمان لحتى اخلص الخطوة قبل الاخيرة. بنفس هاي المخلايا بدي احط ربع كوب زبدة حيواني، طبعا بالنسبة للكيتو. بدي ثوم سنين او فصين مفرومين ناعم، او اذا حتى مدقوقين دق بيكون افضل. هيك صارت جاهز. بدي ملعقة طحين اللوز، بالنسبة لغير الكيتو ياخذ ملعقة كبيرة، طبعا من الطحين العادي بيمشي الحال. بدي احركها فيه لحتى يتسبك ويتغير اللون شوي، هيك اللون تغير. الآن بدي مرقة، نصف كوب مرقة دجاج. أنا ما عندي مرقة لذلك حطيت مي حار مع المرقة البودرة. هلا بدي 1 كوب كريمة أكل، كريمة طبخ طبعا، هذا تقريبا 1 كوب. هذا صوص الجبنة الكريمية مع الثوم تقريبا صار جاهز. هلا بدي جبنة بارميزان ناعمة، بدي أضيف 1/2 كوب. الآن وقت تضيفوا التوابل اللي تحبوها.
ثوم بودرة، فلفل أبيض. أنا أحب الحد، راح أحط بابريكا حادة شوي، ثوم طبعا، إذا عفوا ملح بحري بدك تحطوا، أنا المرقة شوي مالحة ما راح أحط، لكن أنتوا حطوا تكون أطيب وأحسن طبعا. بدي أضيف سبانخ مقطع بحدود 1 كوب سبانخ، وأحركهم لحتى يستوي السبانخ بشكل جيد جدا. هذا الصوص صار جاهز متماسك جدا، طبعا اللون صار شوي على صفار على حمر لأنه أنا حطيت البابريكا، البابريكا أخذت من اللون. هلا بدي احط الفروج اللي من قبل جهزنا. كمان بدي اضيف الفطر. بدي اخلي المكونات كلها مع بعض تمتزج، لأنه أصلا إحنا ما تبلنا لا الفطر ولا الفروج، التوابل كلها صارت بالصلصة، فأخليهم مع بعض تقريبا 5 دقائق على نار هادية، وبتكون الوصفة صارت جاهزة ومن أطيب وأحلى وألذ ما يكون. أتمنى هاي الوصفة تكون عجبتكم. أرجع يعني أعيد، معلش تحملونا لو كان أول مرة تشوفوا الفيديو أو القناة، يا ريت تشتركوا هلأ وتفعلوا زر الجرس لحتى تصلكم أطيب وأشهى وألذ وأسرع الوصفات بشكل يومي. التعليقات أيضا مهمة، ما تنسوا مشاركة الفيديوهات والقناة حتى فيديو جديد. كونوا بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.